السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غنشوفوا الفول مشرمل، خضرة ديال الموسم راه موجودة. عادي غنشدو الفول، غنديروه يتسلق مع شوية ديال الملحة وطريف ديال الحامض ونصفيوه. غادي نحتاجو الفول بطبيعة الحال كما قلت لكم مسقطر مزيان من الماء، شويه ديال الحامض، الشرموله اللي فيها القزبر والمعدنوس والثومه، شويه الزيت البلديه والتحميره الكامون مطحونين والملحه، شويه ديال الهريسه وزيت البلديه وزيت الروميه وشويه ديال العطريه، كل حاجه منها شويه، غير الكامون والتحميره هنايا وشويه ديال البزار. طريفات نتاع الحامض المصير، معلقه صغيره ديال الهريسه، والراس معلقه ديال مادة شاد الحك. هنا في مقله غنبداو نشحروا ديك الشرموله كامله. درت شويه ديال الزيت بلديه وروميه، معلقه كبيره ديال هذيك الشرموله اللي درت، وصافي هذيك العطريه الكمون والتحميره، ديك الرويس ديال المعلقه ديال مرشد الحك والحامض المصير، شويه ديال الملحه، ما كثرتش حيت الفول فيه الملحه وهذيك الشرموله حتى هي. صافي غنشعل عليها البوطه ونخليها تغلى واحد شويه، كنزيد الهريسه، من بعد كنلوح الفول وكنبدا نديه ونجيبه في المقله، عاد كنزيد العصير ديال الحامض وصافي، نخليه غير واحد شويه ونطفي عليه. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم. كنشكر البنات كاملين، اي وحده دخلت عندي واي وحده كومونطات ليا كنشكرها بزاف بزاف بزاف، وشكرا لكم البنات على الدعم ديالكم والتشجيع كيف ديما، وكنتمنى من الناس اللي عاد دخلوا جدادين يتابونوا في لاشين ديالي ويديروا لي جيم، وشكرا لكم بزاف.